انطلقت أعمال مؤتمر القمة الإسلامية بقصر الصفا في مكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تحت شعار يدا بيد نحو المستقبل، بحضور قادة الدول الإسلامية لمناقشة عدد من القضايا التي تخص العالم الإسلامي. في بداية المؤتمر أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في كلمته الافتتاحية للقمة التأكيد على الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف. إن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، وهي محور اهتمامنا حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة حقوقه المشروعة والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ونجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف. كما أضاف الملك سلمان أن التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم، ويجب أن تتضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. إن التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجه أمة الإسلامية والعالم أجمع، ويجب أن تتضافر الجهود لمحاربتها وكشف داعميها وتجفيف مواردها المالية بكل السبل والوسائل المتاحة. للأسف الشديد يضرب الإرهاب في منطقتنا من جديد، فخلال هذا الشهر الكريم تعرضت سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدول الإمارات العربية المتحدة عمليات تخريب إرهابية، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، وهما يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي. كما تعرضت محطة ضخ النفط في المملكة العربية السعودية لعمليات إرهابية عبر طائرات بدون طيار من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران. وفي الختام أصدر البيان الختامي باسم إعلان مكة، والذي تضمن الإعلان عن 12 مبدأً وخطوة يجب على دول منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بها والحفاظ عليها، منها الالتزام بدعم المنظمة والتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية وإدانة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله. يتزامن موعد انعقاد القمة الإسلامية بدورتها 14 مع الذكرى 50 لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، إلا أن القضية الفلسطينية تبقى من أهم المواضيع التي طرحت، بالإضافة إلى مواضيع اجتماعية وسياسية كان أبرزها التدخلات الإيرانية في الشؤون الخاصة. لقناة المجد، سليمان العجلان، مكة المكرمة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.